اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. مش هتكلم. مبروك الاول على الديكورات الجديده والحاجات الجديده، وتحيه برضو لفريق العمل ولحضرتك على حلقه امبارح على كلاتنبرج ومداخله كلاتنبرج. اكد برضو كلام كنا احنا بنقوله دايما في قناه الاهلي، وكشف الحقيقه دايما اللي احنا كنا بنقولها، ان كلاتنبرج كان بيتعرض لضغوط وكان بيتعرض لحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فاكد صحه كلام قناه النادي الاهلي في السنه الاخيره كلها. ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام، الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب، والقناه كلها بخير بمناسبه الموسم الجديد، والف مبروك الشكل الجديد. ربنا يخليك حبيبي. يعني خليني ابدا معاك يا احمد، وعايز اقول لحضراتكم يعني وتشاركونا، عشان هنعمل ان شاء الله قرعه مباشره على الهواء في نهايه الفقره، وتتوقعوا مين الفريق اللي هيقابل الاهلي في قرعه الدوري الافريقي لكره القدم من التصنيف الثاني، مازيمبي ام انيامبا ام سيمبا ام بيترو اتلتيكو. دي الثلاث فرق هنعمل كده مع حضراتكم في الاخر، او الاربع فرق انا اسف، هنعمل مع حضراتكم قرعه في نهايه هذه الفقره. خليني ابدا معاك يا احمد ومنتخبنا الوطني، واولى منتخبنا الوطني لكره السله وفوزوا لاول مره في هذه البطوله، بطوله كاس العالم، على المنتخب المكسيكي اعتقد من 1994. اول فوز لينا من 1994 وحتى الان، وفوز نجم النادي الاهلي الحقيقه ونجم منتخبنا الوطني لكره السله ايهاب امين لاول مره في التاريخ اعتقد بافضل لاعب. اول مره في تاريخ لعبه السله في مصر، يعني لمصر، ان لعيب مصري يحصل على جائزه رجل المباراه في مباراه في كاس العالم. حصل عليها نجم النادي الاهلي ايهاب امين، وديت حصلت برضو في كرة القدم، كرة القدم مع محمد الشناوي في منتخب في مباراة مصر وأورجواي عام 2018، بتحصل مع إيهاب أمين النهارده. النهارده إيهاب أمين نجم النادي الأهلي في السلة، بصراحة عامل أداء رائع ممتاز جدا. أدي الصورة، إيهاب أمين رجل مباراة مصر والمكسيك في ده في السلة، ومحمد الشناوي كان في القدم نجوم النادي الأهلي. إيهاب أمين النهارده سجل 22 نقطة لمصر في المكسيك، 10 أسيست، 6 ريباوند، 2 ستيل، عمل ارقام ممتازه جدا ايهاب امين. والمباراه اللي فاتت برضو قدم اداء كويس قدام مونتينيجرو. فايهاب امين بصراحه انا بشوف ان هو اسطوره في السله، او واحد من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر في كره السله بالاداء اللي بيقدمه ده. تمام كريم، خلينا بقى نروح للكوره وبيان النادي الاهلي النهارده، في تحديد هنلعب البطوله امتى. الموضوع اللي مخلي الناس كلها عماله تلف حوالين بعضها، انا بسال يا جماعه ما بقولش حاجه غلط، انا بسال هلعب البطوله اللي جايه، بطوله السوبر المصري ما بين النادي الاهلي وما بين اي حد تاني امتى؟ طيب احنا اكيد موضوع مباراه السوبر دي يا كابتن اسلام بقى لها فتره، منذ يعني الاخبار اللي طلعت من اتحاد الكوره بان هو بيستحدث بطوله جديده للسوبر بكريتيريا معينه، وكان عليها اللي هي فيها بطل الكاس وبطل كاس الرابطه ومش عارف ايه، وقعدنا نتكلم كده في شكل مسابقه جديد غير موازي للبطوله اللي احنا متعودين عليها. اكيد من حق النادي الاهلي انه عايز يعرف اكيد مواعيد البطولات الرسميه المحليه عشان يظبط الاجنده بتاعته طوال الموسم. احنا قلنا كتير ان الموسم هل ده طبيعي يعني؟ نعم؟ يعني ده سؤال طبيعي ولا احنا بنهزر ولا بجد ولا طيب. اصل انا حسيت ان في حاجه غلط. النادي الاهلي بيعمل حاجه غلط. لا، هو النادي الاهلي ما بيعملش حاجه غلط. أيوة. لكن الحاج عامر حسين عمل حاجه غلط امبارح في احد القنوات، استضافوه واتسال سؤال واضح ومباشر اللي هو موقف نادي الزمالك من المشاركه في مباراه السوبر. كابتن عامر حسين بصفته مسؤول رسمي كان المفروض يجاوب اجابه رسميه. الحاج عامر حسين راح قالب الموضوع هزار وقال للمذيع اللي كان بيحاور، بس خلي بالك انا هنا كريم صح ده اللي حصل. ايوه صح، احنا بنقول لا ماشي، بس احنا بنقول ايه اللي بيعمل اللغط؟ ليه النادي الاهلي النهارده وهو بيتكلم والاتحاد الكوره يقول لك ايه ده بتصدر لنا مشاكل؟ لا، هو ما بيصدرلكش مشاكل. لو انت موضح الامور اصلا النادي الاهلي مش طالع بيان. يعني انت لو موضح الدنيا النادي الاهلي، ايه اللي يخلي النادي الاهلي يكلف نفسه او يكلف الشخص يعني؟ بس هو برضه رد انا فاكر او قريت التعليقات، قال لي يعني لسه لم ننتظر بطل الكاس. لا لا لا، هو اول رد هو المهم، قال له ايه؟ لا ايه السؤال؟ انا مش سامعك، وضحك. فانت هنا قلبت الموضوع تهريج، وادى الايحاء ووثق عند الناس ان انت مش عايز تجاوب.
الاجابه المعتاده قد تكون، لا قد تكون يعني الاجابه مش عنده. لا مثلا ازاي؟ ما هو اصلا في ما هو كابتن اسلام النهارده نادي الزمالك خلي بالك انا ما بدافعش، بس الناس هتقول لك بتدافع. لا لا لا, لا, ولكن لا, لا, لا هنا كل متعود على بيت الكبير كل متعود اللي بيتفرج على بيت الكبير عارف ان الكابتن اسلام دايما في حواراتنا وفي نقاشنا بيمثل يعني الطرف الثاني، وده اكيد اصل اي نقاش يعني محترف لازم تتناول وجهتين النظر. صحيح، لازم الحاج عامر حسين بصفته مسؤول رسمي في اتحاد الكوره كان هو نفسه يسال قبل ما يوافق انه يطلع في حوار على التلفزيون ويقول انا ممكن معرض ان انا اتسال السؤال ده، يا جماعه الوضع بتاعنا ما ينفعش يتساب. كل ملفات اتحاد الكوره بتتساب ويعمل بالونه ويشوف رد الفعل، وبعد كده نبدا ناخد القرار. ربما يكون القرار اللي احنا عايزين ناخده هيراضي ناس ويزعل ناس. طب ما انت اللي عودت ناس على كده. النهارده انا سالت سؤال رسمي ما ينفعش اقلبه تهريج، ما ينفعش النهارده انا احاول انا ادي اجابه رسميه واضحه عشان تبقى الدنيا واضحه. النهارده اسال اي حد من جمهور النادي الاهلي قول له ايه الوضع، هيقول لك لا 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 ده النهارده اتحاد الكوره بيحاول يلتف على الامر عشان نادي الزمالك لا يعاقب بسبب انسحابه من مباراه السوبر. طيب فيما في هناك ما يخالف هذا الاعتقاد؟ مفيش. فبالتالي انت بتسيب الناس تصدق اللي هي عايزه تصدق، وده اللي هيفضل مستمرين عليه. فالنادي الاهلي النهارده ببساطه بيعمل ايه؟ بيوثق ان انا عايز اعرف اجابه للسؤال. طبيعي يا كابتن اسامه، هو الموسم هيبدا امتى؟ مش نص سبتمبر؟ نص 9. طيب النهارده احنا داخلين على اول سبتمبر. صحيح. هل صح ان الاجنده لا تعلن للانديه قبل بدايه الموسم باسبوعين بس؟ هل في اي بطوله؟ ده دوريات اوروبا، دوريات اوروبا احنا بنعرف جدول الدوري الجديد في نهايه الدوري. بس هو برضه خلي بالك انت لما تيجي تنظر للامر هتنظر للامر انه حتى يعني وقت قريب جدا لم يتم تحديد مباراه السوبر الافريقي مثلا. مؤخرا الكلام ده كان من 4-5 ايام فقط تم تحديد مباراه كاس السوبر، تم تحديد يعني مثلا مباراه كاس السوبر. ما هو الاتحاد الافريقي برضه بيحطك في موقف صعب، بمعنى ان هو يقول لك انت هتلعب يا يوم 15 يا 16 يا 17 قبل ما يعلن يوم 15 سبتمبر ده مباراه السوبر الافريقي. قبلها باسبوع يقول لك انت هتلعب الماتش الاولاني في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32 يوم 15 او 16 او 17. خلاص؟ فانت كنادي اهلي في التوقيت ده او لما الاتحاد الافريقي يبعت يقول لك كده، معناها ايه؟ معناها ان مفيش ماتشات سوبر ولا 15 ولا لغايه 20. صح ولا انا بتكلم غلط؟ صح، بس لا ممكن الكاف يقول لك انت اوريدي عامل حسابك انك هتلعب مباراه قاريه في الفتره ما بين 15. لا لا في فرق. لا 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 كريم في فرق. انت عارف كويس جدا الكلام ده ان في فرق ما بين المباريات الرايح جاي ومباراه واحده ببطوله، دي ليها استعدادات مختلفه. صح عن دي تماما. والله صح، بس برضو ستيل انا بشوف ان في الحته دي في فرق اسبوعين او فرق حتى 20 يوم ربما يكون يعني في مساء اصلا. صحيح. احنا متحضرين للمباراه دي اصلا انها كانت 1 سبتمبر. خلي بالك لا لا بس خلي بالك وتم تاجيلها لظروف المملكه العربيه السعوديه هي حلو جدا. ولكن ايضا ما هو انت مش سمعت خبر ان رئيس الاتحاد الافريقي قال ان الناس اللي هتلعب مباريات السوبر او اللي هتلعب الدوري الممتاز الافريقي مش هتلعب دور ال 32؟ حصل في الاول قال كده بس وده اتغير. فاهم؟ ففي برضه معلش انا طبعا هنا برضه مره ثانيه انا ما بدافعش عن حد، ولكن انا هنا بقول الكلام اللي حصل كله وباخد الطرف الاخر ممكن يقول بس ايه. بس هو كابتن وبالتالي برضو بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي طالب تحديد موعد السوبر المصري اللي هي بتتلعب كل سنه، اللي هي بطل الدوري وبطل الكاس. يعني النادي الاهلي مصر على كده، بعت ثلاث مرات جواب لاتحاد الكوره ثلاث مرات وما ردش عليه. ثلاث مرات النادي الاهلي بيبعت لاتحاد الكوره حددوا لي البطوله دي بتاعت السوبر المصري ولم يتم الرد عليه. ولم يتم الرد. صحيح. الحاجه الثانيه انت النهارده عشان الراجل مارسيل كولر بدأ فتره اعداد عايز يعرف اول ماتش في الموسم اللي هي مباراه السوبر، ده الطبيعي ان اول السوبر المصري زي ما متعودين بتبقى اول بطوله في الموسم. صح. لغايه دلوقتي الميعاد مش موجود ومش معروف اذا كان هيبقى في بطوله مستحدثه ولا لا وهتحصل ازاي. فالنادي الاهلي بيطالب بكده، وبعدين ده حق شرعي لاي نادي ان هو مش للنادي الاهلي بس، لاي نادي يبقى عارف هو داخل على بطولات ايه وعلى ماتشات ايه. فالنادي الاهلي بيطالب بكده. المشكلة الثانية مشكلة اللعيبة الموجودة مع منتخب مصر، نفس القصة دي حصلت السنة اللي فاتت كابتن اسلام. صح. وبرضو مع نادي الزمالك ساعة لما كانوا هيلعبوا سوبر لوسيل وكانوا هيلعبوا دور ال 64 مع بطل تشاد. ساعتها برضو الزمالك كان ليه أربع لعيبة والمنتخب ساب الأربع لعيبة لنادي الزمالك وبيلعبوا مباراة مع بطل تشاد. ما بالك بالفرقة اللي عندها مباراة السوبر الأفريقي مباراة ببطولة
وبعدين الجدول الماتشات ايه؟ ماتش اثيوبيا الجمعه. عارف انا سمعت بس كان مين ساعتها مدير في منتخب مصر؟ هو روي فيتوريا. روي فيتوريا وتدخل كابتن حازم امام في هذا الامر لو تفتكر. انا عشان كده حتى بسال دلوقتي، هل سيتدخل كابتن حازم امام لصالح النادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي بما انه ممثل للاتحاد؟ كابتن حازم امام قيمه كبيره جدا واسطوره كبيره جدا لنادي الزمالك، دي ما حدش يقدر ينكرها ولا حد يقدر يقولها، ولكن وجوده في اتحاد كره القدم، هو موجود في اتحاد كره القدم لخدمه كل الانديه مش لنادي واحد. كل الانديه مش نادي الزمالك فقط. اسمحكم يعني واجاوب السؤال ده. اتفضل. اتفضل. نجاوب بصراحه وعشان تبقى الدنيا واضحه للناس. كابتن حازم امام في احد المداخلات التلفزيونيه اكد ان هو بيتعرض لبعض الهجوم من جماهير نادي الزمالك. نعم. كابتن حازم امام بنفسه قال ان هو بيتعرض لبعض الهجوم من بعض جماهير نادي الزمالك اللي بتشوفه مش بيجيب حق النادي. وكابتن حازم امام فعلا بقاله فتره لا تقل عن 6 شهور تحت الضغط، اللي متابع على تويتر على وجه التحديد كلامي واضح اهو، هيلاقي ان بعض من جماهير نادي الزمالك مثلت ضغوطات نفسيه على الكابتن حازم امام خلال الشهور الماضيه بسبب ان هم شايفين ان هو لا يساعد نادي الزمالك في ازمته او محنته خلال الفتره الاخيره. والكابتن حازم امام واضح جدا جدا ان هو تاثر بهذه الحمله. طيب الوضع الحالي، كابتن حازم امام فعليا هو المشرف على المنتخب المصري. صحيح. وبالتالي النهارده المنتخب المصري في موضوع ما بينه وما بين النادي الاهلي. لكن انت تخيل كابتن اسلام لو كابتن حازم امام هو اللي طلع على الملأ وقال لا لو سمحتم النادي الاهلي في مهمه قومية ولازم ياخد لعيبته. ده لا ده مش لك ان تتخيل. ده المفروض. ده لازم. انا بس معلش ايه، احنا دلوقتي بنتكلم على مثلا حاجتين، في واقع وفي افتراضات. ده اللي بقوله دلوقتي ده افتراض. كابتن حازم امام في وجهه نظري مش هيدخل نفسه في، مش هيقحم نفسه في هذا الامر. ليه؟ لان هو هيبدا يشعر بالضغوطات اللي حاصله عليه بقالها فتره وبالتالي هتبدا تزيد. جماهير نادي الزمالك بتشوف ان كابتن حازم امام ابن من ابناء نادي الزمالك، ونادي الزمالك طبعا حاليا مش في، بصراحه خليك بكل صراحه، طبعا مش في وضع الاهلي. طبعا الاهلي حاله افضل بكتير ماديا واستقرارا ولاعيبه وصفقات في الصيف وبطولات، الوضع فعلا بقى في فجوه. فبالتالي لو كابتن حازم امام تدخل في هذا الامر بشكل علني هيبدا النهارده جمهور نادي الزمالك وسوشيال ميديا نادي الزمالك تهاجم الكابتن حازم امام بضراوه على تويتر، وهو حاليا لا يتحمل هذا الامر. فالكابتن حازم امام حاليا عمل ايه؟ نقى بنفسه كريم عن المشكله. هو انا مالي ومالك كريم؟ انا بقولش مني يعني. انا فاهم طبعا. انا فاهم ان ده الواقع اللي احنا عايشينه. انا دلوقتي كابتن حازم امام موجود او غيره موجود في اتحاد كره القدم. نعم. لسببين. السبب الاول تطوير كره القدم المصريه. صحيح. السبب الثاني خدمه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، النادي لكل الانديه. نعم. الجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم، صح ولا صح؟ طبعا صح. صح. طيب احد الانديه اعضاء الجمعيه العموميه عنده مشكله. نعم. في لاعبين للمنتخب، او مش مشكله يعني، هو كان ممكن يحصل تفاهم افضل من كده، ولكن في النهايه مدير الفني للمنتخب قرر انه، تعرف انا اتقال لي ايه؟ من احد المصادر اتقال لي ايه؟ احنا سيبنا 4 لعيبه وسيبنا 4 لعيبه. انت متخيل؟ انت فاهم انا قصدي ايه؟ لو خدنا 4 لعيبه وسيبنا الاربع لعيبه. لا، ايام سوبر لوسيل ده ولا ايام الزمالك أيام وانا سبت كام لعيب في نادي ساعتها؟ 4 لعيبه. دلوقتي انت سايب كام لعيب؟ 4 برضو. نفس الموقف. فهمت؟ آه. ده اللي اتقال لي. وطبعا كلام يعني يضحك. لما اتقال لي كده انا قعدت اضحك. هو بجد بيقولوا لي، بيقولوا كده فعلا بس للناس. الكابتن حازم امام برضو طبعا ليه كل الاحترام، بس هو يعني شفناه في موضوع قيد اللعيبه بتاع نادي الزمالك لما مد القيد، وكابتن احمد حسام ميدو طلع صرح على تويتر كتب هو حتى بالمناسبه بشكر كابتن حازم، الراجل حارب معايا امبارح في موضوع قيد اللعيبه، يعني هو بيساعد نادي الزمالك. طبعا انت طالما قبلت ان انت تكون في اتحاد الكوره لازم لا تكون لا اهلاوي ولا زملكاوي، لازم تخدم الانديه كلها. اي حد في اتحاد الكوره كده، ما ينفعش عشان انا زملكاوي اخدم نادي الزمالك بس. لا واذا وقع قدامي حاجه نادي الزمالك تستحق الخدمه. لو انا تبع نادي يعني تخدم الانديه المصريه كلها، بخدم الانديه المصريه كلها، ولكن نادي الزمالك عنده حاجه في الاتحاد الافريقي انا اقدر اعملها. ما تخدمش نادي واحد بس اعملها. والنادي الاهلي مش عشان انا زملكاوي ما اخدمش النادي الاهلي. طالما انت في اتحاد الكوره لازم تخدم كل الانديه، طالما قابلت ابن انت تبقى في اتحاد الكوره. في موقف اصلا ايه التصرف الصح في الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ يعني عمرنا نتكلم بصراحه، ايه التصرف الصح؟
تصرف صح. النهارده منتخب مصر عنده يلعبوا اول ماتش. لا خليك كلام صراحه، منتخب مصر عنده مباراه رسميه مع منتخب اثيوبيا بس، والمنتخب حسم تاهله كل ما خليك كلام صراحه، وبعد كده عنده ماتش ودي مع تونس مباراه مش رسميه يوم الثلاث. وبالتالي النهارده انت حتى في بعض الاوقات المفروض انا مشكلتي مش مع فيتوريا على فكره يا كابتن اسلام، الفكره مع اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو لازم يقول للمدير الفني لا خلي بالك منتخب مصر بيمثل مصر ما يقدرش، والنادي الاهلي بيمثل مصر. عارف ساعتها هيقول لك ايه؟ ايه ده راي فني لا 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 ما ينفعش. ايوه بس لا ما ينفعش. اكمل لك كلامي فضل. ولكن هو لما عمل كده والله ما عشان نادي الزمالك والكلام ده حصل، يعني لو كان الموضوع ده حصل مع نادي اخر كنت هقول. أيوة ولكن انا بتكلم ان هو مع نادي الزمالك ساعتها لما نادي الزمالك طلع الاربع لعيبه من مصر قال لك ده كلنا والموقف كرة يعني ضغطنا وعملنا صح؟ مش ده اللي اتقال ساعتها؟ دلوقتي بيقول لك ده قرار مدير فني، فلما يبقى عايز ان هو قرار للمدير الفني يقول ان هو قرار للمدير الفني، لما يبقى عايز ان هو ايوه ايوه صح انا اللي عملته وانا اللي خليت فانا اللي عملته وانا اللي خليت. هي الفكره في ايه؟ اتفضل. احنا برضو بنتكلم وان النادي الاهلي دايما في خدمه منتخب مصر. لا دي ما نقدرش، محدش يقدر يزايد فيه، لان ده حصل في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي كان بيلعب بغياب 15 او 16 لاعب، كمان انا قلت 8 ده 15 16 لاعب 16 لاعب، وكان بيلعب بالشباب ولعب بالمباراه الاولى قدام مونتيري المكسيكي وكسبها ايام بيتسو موسيماني. طيب. في الكاس العام للانديه وكسبنا 1-0، وكان ساعتها لعبت النادي الاهلي بتلعب مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. صحيح. عشان برضو الناس ما تاخدش الموضوع ده ويقول لك لا ده مش عايزين خدمه المنتخب، لا احنا مع المنتخب، منتخب مصر رقم واحد. المنتخب الاولمبي انت متذكر وفي الاولمبيات لا والنقطه ايام الاولمبيات كابتن اسلام اللي بيقولها ثابت دي، لان هو كان مثلا ساعتها المدير الفني للمنتخب هو هيكتور كوبر، ما كانش اسف كان روي فيتوريا. روي فيتوريا في لا في كاس الامم كاس الامم اللي فاتت كارلوس كيروش. كيروش. ففيكتوريا هيقول لك انا ما حضرش موقف، لكن مين اللي حضر؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره الحالي. اتحاد الكوره كان هو الحي. عشان كده بقول مشكله النادي الاهلي مش مع الجهاز الفني خالص، ما ينفعش اصلا يحصل حوار ما بين النادي الاهلي والجهاز الفني. لا لا ملوش لازم يحصل طبعا. حوار ما بين النادي الاهلي واتحاد الكوره والمشرف من اتحاد الكوره على المنتخب، هم اللي يحلوا المشرف الموضوع. المشرف منين؟ نعم؟ المشرف منين؟ المشرف على كابتن حازم امام المشرف على المنتخب المصري. ماشي. هو اللي المفروض يحل الموضوع. انا مش هتكلم في انا في موضوع انا بس يعني مش هقدر اتكلم فيه دلوقتي، ولكن هستنى لغايه بكره فيما يخص هذا الامر، يعني هنتكلم فيه جميعا، لانه طبعا انا عندي كل التفاصيل الخاصه بال بحاجات كتيره جدا اتقالت في هذا الامر، ولكن في النهايه المعلن للناس واللي نقدر نقوله انه هو خلاص في اربعه موجودين مع المنتخب. ايه اللي هيحصل؟ انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل خلال الايام القادمه، لان انت كده اعتقد بتبوظ برضو معسكر الاهلي في النمسا، والامر صعب قوي كمان، لان انت يوم الجمعه ماتش مصر واثيوبيا، يوم الثلاث مصر وتونس، يوم الجمعه اللي بعدها الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. يعني هم هيلعبوا في مصر هنا ماتش تونس يوم الثلاث، يسافروا مثلا الثلاث بالليل او الاربع عشان يلعبوا يوم الجمعه. خلي بالك هم لازم يروحوا، يعني لازم يمشوا من النمسا مثلا النهارده الثلاث، يمشي بكره، يمشي بكره يعني يمشي بكره او بعد الصبح الفجر مثلا بالكتير عشان يلحق يلعب. الاقتراح اللي تم تقديمه للنادي الاهلي هيتنفس، اللي هو ان هم هينضموا لمعسكر المنتخب، هيلعبوا مباراه اثيوبيا، وبعد مباراه اثيوبيا هيتركوهم للنادي الاهلي عشان يلعبوا المباراه الرسميه. هو عايز محمد عبد المنعم بس. نعم. هو طالب تحديدا او الفكره ان هو عايز محمد عبد المنعم في مباراه تونس. الكلام على كده يعني بص، هو لو عمل كده اقل الاضرار، ولكن هو ليه لا من الاول يا جماعه؟ انا ما كنتش يعني ليه لا ما اسيب اللعيبه تكمل معسكرها؟ انا حتى كمدير فني واجرب لعيبه جديده هستفيد. نعم. واجرب لعيبه جديده. وبعدين ايوه ايه المشكله يعني؟ القماشه بتاعت منتخب مصر غير قماشه النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده 30 35 40 لاعب، لكن قماشه منتخب مصر عندك 450 لاعب. يا اخي التصنيف كمان ما عادش مهم، حتى لو لا قدر الله خسرنا التصنيف ما عادش مهم دلوقتي، لان التصنيف خلاص انت وقعت في قرعه كاس العالم وكاس الامم، فخلاص التصنيف دلوقتي بالنسبه لك حتى لو بتلعب ماتشات وديه انت بتجرب بتستعد لكاس الامم. لو مباراه منتخب مصر دي بتاعت اثيوبيا او مباراه حتى مباراه تونس، الماتشين دول كانوا مباريات مهمه ومؤثره في اي شيء، النادي الاهلي كان هيطالب. لا خالص. هيخش. لا طبعا. انا متأكد. والله ابدا يا حبيبي، ما هو ده حصل كريم، انا بدي مثال اهو، حصلت في الاولمبيات ولا كان هيتكلم. هي دي الفكره، لازم الكوره تبقى في ملعب اتحاد الكوره مش ملعب فيتوريا. اتحاد الكوره هو لازم يتدخل وكان يحل الازمه دي، لكن هو للاسف 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 مسؤولي اتحاد الكوره يعشقون البالونات، يسيبوا المواضيع متسابه 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 لغايه اخر لحظه، ولما تيجي تتكلم يقول لك لا مش بتاعتي،
دي بتاعه فلان، لا 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 مش بتاعه الحقيقه في اخر هذا الامر اتمنى من المسؤولين في اتحاد كره القدم ان يكون لهم دور في الاقناع خلال الفتره اللي جايه عشان ما تحصلش ازمه ما لهاش اي لازمه، واتمنى ان يكون هناك دور لكابتن حازم امام زي ما كان له دور مع نادي الزمالك، اتمنى ان يكون له دور مع نادي الاهلي. انا اللي انا اعرفه ان كل جمهور النادي الاهلي بيحب وبيحترم كابتن حازم امام، وبالتالي بما ان حضرتك ممثل لاتحاد كره القدم او ممثل لاعضاء الجمعيه العموميه يجب ان يكون لك ومشرف على المنتخب يجب ان يكون لك دور ودور واضح يا كابتن حازم. كريم احمد انا عايز برضو اسالك لان انت انا عارف ان انت عندك تفاصيل يعني مهمه ومثيره عن المدرب الجديد المساعد لمستر كولر. طبعا المدرب مارسيل كولر زود في الجهاز الفني طبعا الكابتن خالد بيبو مدير الكوره والدكتور تامر ابو العنين الاخصائي الطب البشري يعني او طبيب العظام الموجود مع الفرقه، والمدرب المساعد الجديد اللي هو المدرب الارجنتيني السويسري كارلوس برينجر. كارلوس برينجر ده حبيب مارسيل كولر او صديقه جدا، هو اشتغل معاه دي المره الثالثه. هنتكلم على مسيرته كده بالتفصيل ونشرحها للناس. اول حاجه بدا التدريب سنه 97 في اكاديميه اف سي في سويسرا، ديت هو برضو اشتغل فيها نوعا ما سكاوتنج واستكشاف لعيبه. اذا هو مدرب كده هنبدا يعني ايه نستنتج كده بعض الحاجات عنه. بعد كده اشتغل بالتدريب كده مدير اكاديميه في جراس هوبرز السويسري من سنه 2000 ل 2002، بعد كده مدرب مساعد في جراس هوبرز السويسري سنه 2003، وهنا اشتغل اول مره مدرب مساعد مع مارسيل كولر. سنه كام بدايه تعرفهم ببعض؟ كانت 2003. اشتغل معاه 33 مباراه، ولما تمت إقالة مارسيل كولر في الفترة دي هو كمان اللي تولى المدير الفني في الفترة دي. إذن دي أول فترة اشتغل فيها مع مارسيل كولر. بعد كده اشتغل كمدير أعمال في نادي جراس هوبرز، بعد كده مدير فني لفريق تحت 21 سنة في جراس هوبرز السويسري. إذن هو اشتغل استكشاف لعيبة، اشتغل مدرب مساعد مع كولر، اشتغل مدير فني للشباب، اشتغل مدير أكاديميات خمس سنين من 2008 ل 2013 لفرقة، ومدير فني كمان لفريق تحت 21 سنة في بازل السويسري. يعني اشتغل في جراس هوبر وبازل احسن فرقتين في سويسرا. نكمل بقى بدايه ان هو مدير فني، اشتغل مدير فني في اهم فتره في حياته كانت من 2013 ل 2014. اول مره يمسك مدير فني كانت في ابريل او تاني مره في ابريل 2013 مع لوزيرن السويسري، هنا درب فيها كهربا. كان محمود كهربا بيلعب في لوزيرن السويسري، وبالمناسبه كهربا تالق معاه احرز هدفين وصنع هدفين في الدوري. وقابل محمد صلاح والنني لما كانوا بيلعبوا في بازل وكسب بازل 3-0. محمد النني كان مستبعد من المباراة وصلاح كان على الدكة. في الفترة دي هو أخد المركز الثامن، نجح أنه هو يقعد بلوزيرن السويسري في الدوري، والسنة اللي بعدها أخد معهم رابع وتأهل لملحق الدوري الأوروبي ووصل نص نهائي كاس سويسرا. يعني كل ده وفي الفترة بالمناسبة وخسر بقى المرة دي من بازل، كان على يد برضو محمد صلاح والنني. فيعتبر انا شايف السي في قوي جدا. بعد كده اشتغل مدرب تقني، يعني تقني يعني بيطور اللعيبه، تطوير اللعيبه برضو مع جراس هوبر تحت 21 سنه. بعد كده مدير فني الفتره الثانيه في جراس هوبر السويسري عام 2017. بعد كده بقى ايه نيجي للفتره الثانيه مع مارسيل كولر، مدرب مساعد مع مارسيل كولر في بازل. يبقى هو اشتغل معاه في موسم 2003 في جراس هوبر، الفترة الثانية من 2018 ل 2020 قعد مع كولر سنتين 101 مباراة، أخدوا كأس سويسرا، دي كانت البطولة الأخيرة لبازل السويسري. بعد كده اشتغل في سيون السويسري من 2020 ل 2022 مدير فني، وهم بقى بيجتمعوا للمرة الثالثة مع بعض في النادي الأهلي. إذا هو اشتغل مع كولر ثلاث مرات، قابل محمد صلاح مميز بحته الاكتشاف المواهب، وبالمناسبه هو ارجنتيني ولاعب وسط، هو هيبقى ليه الادوار اللي هو التركيز اكتر مع الجانب الهجومي مع لعيبه النادي الاهلي، وعاشق للناشئين عشان كده كان مهتم بمعتز محمد وبزعلوك اللي هو الناشئين النادي الاهلي في التمرين لما الناس بدات تتكلم على الصور. هو برضو بيحب الناشئين وكولر جايبه عشان النقطه دي، عشان اهتمامه بالناشئين، وان هو المساعد بتاعه اشتغل معاه مرتين فمتعود عليه. فكون ان كولر يجيب مساعد اشتغل معاه في فرقتين قبل كده دي حاجه اضافه. دايما الجهاز الفني مساعدته كمان في تحليل الاداء وتقطيع الفرق والحاله الهجوميه والدفاعيه مهمه جدا، اعتقد ان اضافه هتمثل اضافه قويه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي يا كريم، ويعني من وجهه نظرك شايف التشكيل الافضل للنادي الاهلي السنه الجايه ازاي؟
انا بشوف طبعا اكيد مارسيل كولر عنده بيز او عنده قاعده بني عليها طبعا الفريق بقاله فتره وخلاص، واحنا داخلين على الموسم الجديد مع اضافه طبعا الصفقات اللي تمت في خلال فتره الصيف الجاريه، وطبعا ان شاء الله باذن الله خلال اكيد انا متاكد قبل نهايه الفتره ان شاء الله متأكد؟ هيكون نعم عشان احمد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله هيكون فيه باذن الله يعني بدون مقاطعه. لا مش بتكلم على ان شاء الله طبعا دي هتحصل، لكن انا بتكلم عن احمد ثابت. ولا بلاش اقول طب خلينا كمل معانا معانا احمد الافضل الافضل. فان شاء الله اكيد القاعده اللي هو بنى عليها التشكيل بتاعه هتبقى اكيد مستمره كما في وجهه نظري. محمد الشناوي حارس مرمى، اكيد علي معدول باك شمال، محمد هاني باك يمين، ياسر ابراهيم وحا عبد المنعم اثنين مساكين. نيجي بقى في خط الوسط في وجهه نظري هو بقى ايه التعديل اللي هيتماشى في وجهه نظري مع الخطه الحلم اللي عايز يعملها مارسيل كولر يلعب 4-1-4-1 صريحه. ان هو هيلعب في وجهه نظري الثلاثي اللي هيكون في خط وسط النادي الاهلي السنه الجايه من وجهه نظري الشخصيه علي ديانج، مروان عطيه، امام عاشور. هذا الثلاثي هيديك ورك ريت عالي جدا جدا جدا، هيديك اضافه قويه جدا في مساله العوده من الهجوم للدفاع والدفاع والتحول من الدفاع للهجوم. بصراحه امام عاشور ثنائيه امام عاشور مروان عطيه بصراحه ورك ريت عالي قوي قوي قوي، والاثنين حتى شفناهم بيقدروا يلعبوا 8 وبيقدروا يلعبوا 6، وحتى ساعات بعض الاوقات امام عاشور بيلعب اوريدي كان مع غزل المحله ومع نادي الزمالك بيلعب رقم 10، ففي الحته دي الامر كويس جدا. اكيد لا خلاف على ثنائي الطرف بيرسي التاوي وحسين شحات بحكم ان هم يعني متالقين من موسم فات. ناس كتير ممكن تسال طب يا كريم فين رضا سليم؟ اكيد لازم يبدا ياخد واحدة 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 اشمعنى اشمعنى امام عطية؟ نعم اشمعنى امام عاشور؟ لا امام عاشور عشان الحتة بتاعته المطلوب فيها فاضية. لا ولعب كمان كتير في الدوري والحتة دي بصراحة مطلوبة، انما بيرسي تاو وحسين الشحات رضا عنده فعلا منافسة، ورضا طبعا احنا عارفين ان هو لعيب جوكر، لاعب مع الجيش الملكي، لعب على اليمين ولعب على اليسار ولعب حتى بلاي ميكر، بس هو محتاج ان هو يعني يجاهد عشان ياخد مركزه. والمهاجم الصريح اكيد لغايه دلوقتي كهربا. لو جه مهاجم صريح اخر يا كريم الاسم بقى نسمع الاسم الاول. لا يعني بغض ما لو جايب ما هو انت جايب النادي الاهلي جايب اسم كبير مليون في المية، لكن لو انت جايب اسم اكيد قوي دي مش محتاجه كلام، لكن انا اقصد انه لو جه مهاجم هيلعب ممكن كهربا يقعد ولا يلعب في جنب ممكن بس برضو ساعتها برضو هنسال اللي هيلعب سؤال مهم. المهاجم اللي جاي ده السنه اللي فاتت كان وضعه ايه؟ لعب لغايه امتى؟ هيخش الفرقه ازاي؟ الافشنسي بتاعته عامله ازاي؟ برضو في حاجات كتيره طيب هنسالها يعني. احمد هتفق مع كريم في التشكيل، بس هي حته ان مروان عطيه هو سته يعني الشناوي طبعا في حراسه المرمى، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم العلي باك يمين، مروان عطيه سته، اليو ديانج وامام عاشور. انا شايف امام عاشور مركز قوي ما شاء الله في الفتره الاخيره في التمارين، ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا مع النادي الاهلي. مروان عطيه وامام عاشور واليو ديانج، بيرسي تاو والشحات وكهرباء. رضا سليم لو النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم جيد في الضربات الراس اعتقد ان رضا سليم هيكون له دور مهم جدا، لان رضا سليم قوته في التحولات وفي العرضيات، وجوده هيحتاج مهاجم مميز بالضربات الراس اكتر. لكن كهرباء مهاجم وهمي يعني مهاجم بينزل لتحت بيفتح مساحات، فهيبقى محتاج معاه بيرسي تاو والشحات. لكن لو المهاجم المميز بضربات الراس اعتقد ان رضا سليم وحسين الشحات وقدام المهاجم. طيب قائمه النادي الاهلي سريعا. القائمه طبعا فيها عمق، لو استعرضنا الصوره اللي فيها قائمه الاهلي هتلاقي حضرتك في كل المراكز فيه يعني مثلا في حراسه المرمى الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، اربعه في حراسه المرمى. المدافعين محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، معتز محمد اللي هو المدافع الشاب. الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمود متولي برضو المساك اليمين. الشمال عندك علي معلول وبديله كريم الدبيس. هات الصوره بس اللي فيها القايمه. ناحيه اليمين محمد هاني وبديله اكرم توفيق وخالد عبد الفتاح. اكتبهم بايدك ولا ايه؟ مروان عطيه وكوكا الاثنين الارتكاز اللي هم ده مركز سته اللي هو كوكا احمد نبيل كوكا. انت عارف برضه معلش قبل ما نسيب النقطه دي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، معتز، ممكن ياسر ابراهيم، محمود متولي، في احمد عبدين برضه. احمد يعني عبدين في 2006 من ممكن يتحط يبقى 3 و3 بس دي القايمه اللي صفرت يعني تعتبر دي القايمه اللي صفرت صفرت النمسا. فهاني واكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ناحيه اليمين، علي معلول وكريم الدبيس ناحيه الشمال، وخالد عبد الفتاح برضو بديل مع علي معلول. الاثنين اللي في النص مروان عطيه وكوكا، قدام امام عاشور وفي كريم نيدفيد وفي عمرو السوليه، الناحيه الثانيه اليو ديانج وفخري وقفشه. فوسط الملعب القايمه ما شاء الله ممتازه. نيجي للاجنحه، رضا سليم، بيرسي تاو،
كريستو، كريم فؤاد بعد عودته من الاصابه، الناحيه الثانيه حسين الشحات، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، رأفت خليل اللي هو الجناح الشمال، راس الحربه بقى في كهربا، في صلاح محسن، في محمد زعلوك اللي هو مهاجم 2005، وفي بيرسيتاو، وربما برضو يبقى في المهاجم وخلي الجديد. وخلي بالك انت اكرم برضو ممكن تحطه على الجنب، وممكن تحطه في مع وسط الملعب، مروان عطيه، في اكتر من لاعب جوكر، برضو كريم فؤاد ممكن يروح كباك رايت. فالقائمه فيها عمق هجومي، اعتقد ان هي كمان ان شاء الله مع راس الحربه، اعتقد ان القائمه ان شاء الله تبقى قويه جدا جدا جدا. شكل الدوري السنه الجايه ازاي يا كريم من وجهه نظرك؟ انا في وجهه نظري ان هو امان، احنا وصلنا حاليا لا يعني مفيش مساحه ان احنا نلعب الدوري ده من 34 قلت 154 يوم 154 يوم اوكي. صعب جدا 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 ان احنا نلعب الموسم الجاي ده من 34 اسبوع، في وجهه نظري الشخصيه امر مستحيل. أوكي. اي حد ياخد القرار ده ببساطه بيقول للناس الدوري الجاي هيخلص 30 سبتمبر، يعني سنه اكثر من سنه ميلاديه كامله، وده امر هيبقى صعب غير طبيعي الحقيقه. وبالتالي انا في وجهه نظري الشخصيه ايه الدوري او الشكل الافضل؟ دوري من دور واحد، تاخد زي البصله، تاخد الثمان فرق الاولى، وممكن هنا بقى كابتن اسلام تعمل شكلين، ايه اما ان الثمانيه يلعبوا بعض دوري من دور واحد تاني على عشان تحدد بطل الدوري والفرق المتاهله للبطولات الخارجيه، او تعمل زي الباسكت ان الاول يلعب الثامن والتاني يلعب السابع، وتعمل اللي بتطلع الاربعه الاول، وتعمل نوك اوت، وتبدا تعمل نوك اوت لغايه لما توصل دي المباراه النهائيه. تونس بقالها سنتين بتلعب دوري المجموعتين، وبعد كده بياخدوا ثلاث فرق وثلاث فرق، وبيعملوا دوره مجمعه من ست فرق وبيحددوا على اساسها. لكن اكيد 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 ما فيش اي مساحه لدوري ال 34 اسبوع السنه الجايه في وجهه نظر. طيب اخيرا بند سقف الرواتب يا احمد. بند سقف الرواتب ده النادي الاهلي طبعا. الناس كانت بتنتقد قبل كده، المهندس عادل القيعي لما طلع واتكلم وقال ان بند سقف الرواتب، قالوا ده حاجه قديمه وتفكير قديم. الناس كلها دلوقتي في الفتره الحاليه كلها بتندم في كل الانديه ان هم مش عاملين سقف الرواتب، بعد ما شفنا بعض الانديه بتدي رواتب ضخمه للعيبه. كنت شايف ميدو امبارح ولا اول امبارح بيتكلم على انه زيزو وعقد زيزو عمل مشاكل كبيره في اوضه اللبس في نادي الزمالك. عقد زيزو يعتبر يعني انا سمعت الكلام ده. مقارنه الأهلي. انت بتتكلم في الاهلي، الناس مثلا لما بتحط رواتب بيبقى ليها قاعده معينه، لازم تكون كابتن الفرقه، لازم تكون اخذت رواتب معينه، فسقف الرواتب دوت بيقلل يعني بيقلل المشاكل في اي اوضه اللبس، بيحمي اوضه اللبس لاي فرقه. ايوه. فده بند بس كنا عايزين نتكلم في النقطه دي تحديدا، نفكر الناس بالنقطه دي، لان كان في ناس من سنتين كانت تقول لك ده تفكير قديم، لا ده مش تفكير قديم، ده تفكير صح في الرياضه المصريه، عشان تتعلم اداره فرقه كوره اتعلم من النادي الاهلي. طيب زي الفل، بما اننا بنتكلم عن هنعمل لحضراتكم قرعه على الهوا، انا وكريم وثابت. انا ثابت لا انا هختار الفرقه اللي هتلعب الاهلي. هنعمل لحضراتكم قرعه الدوري السوبر او دوري الممتاز لكره القدم او الدوري الافريقي لكره القدم. هي ان شاء الله القرعه طبعا يوم السبت الساعه، احنا هنعملها النهارده الساعه 11:30، فهنطلع نشوف تقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نعمل لحضراتكم القرعه. وخلي بال حضراتكم انا عندي الجزء الاخير من هذه الحلقه عندي حد مختلف، يعني حضراتكم عارفين احنا دايما ما بنجيب نجوم رياضه، نجوم محللين، ولكن النهارده هيكون معايا نجم كبير في عالم التمثيل الحقيقه، وهو نجم اهلاوي، وواحد لما تيجي نتكلم ما كده اتكلم معاه في النادي الاهلي كلمني على اوفرات انا كنت بعملها سنه 2003 2004 حاجه كده يعني، فالحقيقه هتبقى حلقه او هيبقى جزء مهم جدا جدا، فانتظرونا. هنعمل بس القرعه، وبعد القرعه هيبقى معانا احمد ثابت وكريم، هنعمل القرعه وبعد كده هيبقى معانا النجم الكبير الاستاذ احمد وفيق الحقيقه، اللي هيبقى زي ما قلت لحضراتكم معانا في الجزء الاخير من هذه الحلقه. ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل احمد ثابت هيسحب لنا مين الفرقه اللي هتلعب ضد النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم في قرعه الدوري الافريقي في البيت الكبير، هي القرعه الاساسيه هتبقى ان شاء الله يوم السبت الساعه 7. النهارده احنا هنعمل لحضراتكم قرعه الدوري الافريقي في البيت الكبير، جوه بينا وبين بعض كده. التصنيف الاول هيكون الاهلي والوداد والاسبرانزا والترجي يعني وميلودي سان داونز. اما التصنيف الثاني مازيمبي وانيمبا وسيمبا
وبترو اتلتيكو، مازيمبي طبعا من كونغو، الكونغو الديمقراطيه، انيمبا من نيجيريا، وسيمبا من تنزانيا، وبترو اتلتيكو من انجولا. ده التصنيف الاول وده التصنيف الثاني. خلينا نبدا كريم يسحب التصنيف الاول ثم احمد ثابت يسحب التصنيف الثاني. اتفضل يا كريم عشان برضه الناس ما تفتكرش ان احنا عاملين قرعه موجهه ولا حاجه. لا لا لا، والورقه السخنه والورقه البارده بتاعت ريال مدريد بتاعت برشلونه لا ريال مدريد. يا سبحان الله، النادي الاهلي. النادي الاهلي اول ورقه، اول ورقه النادي الاهلي، اذا هتبقى النادي الاهلي. اتفضل يا احمد. تمام، المنافس اللي هيلعب النادي الاهلي بقى. ايوه سيمبا. سيمبا، بسم الله الرحمن الرحيم. بترو اتلتيكو. طيب بترو اتلتيكو، بترو اتلتيكو ولا انيمبا ولا بترو اتلتيكو. كريم اسحب برضو دلوقتي المباراه الثانيه. المباراه الثانيه الترجي. اذا الترجي في المجموعه الاخرى. اتفضل في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه كده في طريق النادي الاهلي الترجي في نص النهائي. مين اللي هيقابل الترجي بقى؟ ايوه سيمبا. كده سيمبا التنزاني ضد الترجي. الاهلي هيلعب بترو اتلتيكو مره تانية. دي قرعه البيت الكبير وحفل الافتاح. طبعا حفل الافتاح هيبقى في مباراه سيمبا، وحفل الافتاح هيبقى في تنزانيا. سيمبا لانه في تنزانيا. اتفضل يا كريم مره تانية. كده النادي الاهلي وبترو اتلتيكو هيقابل الفايز من الترجي وسيمبا في نص النهائي. خلص وبعدين المباراه الثالثه اول طرف فيها الوداد. الوداد ده توقعنا. الطرف الثاني اتفضل يا احمد. مازيمبي الوداد مع تيبي مازيمبي كونغولي. ماتش صعب. خلاص كده خلاص عرفنا المباراه الرابعه. سان داونز وهيلعب ضد انيمبا. سان داونز. سان داونز و انيمبا. وادي انيمبا. اذا الاهلي هيلعب بترو اتلتيكو مره ثانيه. يا شباب كل الناس اللي بتتفرج علينا، هذه القرعه هي قرعه البيت الكبير. القرعه الاساسيه هتبقى يوم السبت ان شاء الله الساعه 7. زي ما حضراتكم شايفين الاهلي سيلقي بترو اتلتيكو، والترجي هيلاقي سيمبا. الكسبان من الاهلي وبترو اتلتيكو هيلاقي الكسبان من الترجي وسيمبا، والفائز منهم يصعد للمباراه النهائيه. الوداد هيلاعب مازيمبي، وسان داونز هيلاعب انيمبا، والكسبان من الوداد ومازيمبي هيلاعب الكسبان من سان داونز وانيمبا، ويصعد الى المباراه النهائيه. يعني اشوف ان هي قرعه حلوه والله لطيفه. بس بترو اتلتيكو دلوقتي بقى فيها لعيبه برازيليين كتير. بترو اتلتيكو الانجولي بقى فيها لعيبه برازيليين كتير. و لا وسان داونز، سان داونز جاب يا كابتن اسلام ولد برازيلي ولد ارجنتيني. يا خبر ابيض. ماشي خلينا بس نشوف الدنيا. سان داونز والوداد، سان داونز والوداد عملوا يعني تشكيله جيده. هنتكلم بقى عن الحاجات دي الفتره. ويقال يعني وتر بواليا خلال ساعات هيمضي الوداد. الوداد والله. عموما خلينا ننتظر، واحنا ان شاء الله طبعا قبل السوبر الافريقي او الدوري الممتاز الافريقي هيكون معانا تحليل كامل لكل هذه الفرق مع كريم سعيد واحمد ثابت. اشكرك يا ابو حميد على القرعه. شكرا. اشكرك جدا يا كريم على وجودكم معانا النهارده. شكرا جزيلا لاحمد ثابت وكريم سعيد. زي ما قلت لحضراتكم عندي لقاء مهم جدا ولقاء مختلف. احنا دايما وكالعاده دايما بيبقى عندنا نجوم في الرياضه، نجوم في كره القدم، نجوم في النادي الاهلي. النهارده هيكون عندنا نجم وممثل كبير جدا جدا، النجم احمد وفيق، واحد من الاهلاويه الدرجه الثالثه يعني اللي هم بيحبوا النادي الاهلي اكتر من اي حاجه ثانيه. فاستاذ احمد وفيق هيكون معانا وضيفنا على الهواء مباشره بعد هذا الفاصل. نلتقي واحمد وفيق في ضيافه البيت الكبير.